نيازي يربون شانين كيني كراما غامي دا في ديري يوم حبابي كما شفت في العنوان بارت 2 من أفضل مسلسلات كوريا في هذا الشهر شهر غش أو شهر أغسطس. بما أنه عجبكم الفيديو الأول أو البارت الأول من أفضل مسلسلات كورية حاولت أني أعمل لكم بأسرع وقت ممكن البارت 2 في أفضل مسلسلات كورية لهذا الشهر خصيصا. كالعادة هون راح تلاقون اسم المسلسل بالعربي والإنجليزي والمنصة اللي راح تهدوها فيها. بس قبل ما نبلش اذا مو مشتركين في القناة لحد هلأ شو بتنتظروا؟ يلا اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم كل ما انزل اي فيديو جديد. وكمان لا تنسوا تدعموني لايك شير سبسكرايب، وكمان لا تنسوا تكتبوا كومنت حلو لانه الصراحة يعني بيعطيني طاقة جميلة وبيعطيني يعني هيك اشياء ايجابية اني انوض واصور لكم كثير فيديوهات. بس ما علينا، خلينا مع أول مسلسل. Let's go مع أول مسلسل وهو مسلسل الانتقام. وهذا المسلسل يعني هذا المسلسل جميل جدا. هذا المسلسل بيحكي عن ثلاث طلاب في المرحلة الثانوية بيمتلكوا قدرات خارقة، فبيحاولوا مسؤولين عنهم أو الوالدين تبعهم عدم بيخليهم عدم انهم يساعدوا يعني يحاولوا انهم يمنعوا الاطفال بعدم استخدام هذه القوى الخارقه في اشياء سيئه او في اشياء شريره. بس راح نشوف في هذا الفيديو اذا كان الاولياء الامور راح يمنعوا الاطفال او راح الاطفال راح يستعملوا هذه الاشياء في اشياء للخير او اشياء للشر. بس هذا كان هو فيديو اليوم، المسلسل الاول. بس روحوا شوفوا مسلسل كثير 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 حلو. خلونا مع المسلسل الثاني وهو مسلسل إمبراطورية الأناقة. هذا المسلسل حرفيا راح إذا تنصدموا. تخيلوا معي كم عدد حلقات في هذا المسلسل، حوالي 100 حلقة. هذا المسلسل بيحكي عن رجل غامض. هذا الرجل وامرأة راح يقع في حب امرأة، فبيحاولوا هذه الاثنين ينتقموا. هل سوف ينتقموا من نفس الشخص أو من مين راح ينتقموا؟ كيف راح يتقوا باش ينتقموا؟ كل أشياء روحوا وشوفوا المسلسل. تقريبا المسلسل نازل كذا يوم 7 غش، يعني أيام معدودة. خلينا نمشي مع المسلسل الثالث وهو مسلسل عبارة عن اسمه أعزائي. هذا المسلسل بتطور أحداثه أحداث رومانسية، يعني محبين الرومانسية وهيك أشياء والأجواء هيك. هذا المسلسل بيحكي عن رجل غامض فجأة بيظهر في مجتمع راقي، أي في طبقة البرجوازية يعني العائلات المرموقة. المهم هذا الرجل راح يقع في حب امرأة، وهذه المرأة راح تكون من عائلة نبيلة. هل يا ترى هذه العائلة راح تقبل بهذا الشخص انه يدخل حياة بنتهم او لا؟ كل هذا الشيء راح تشاهدوه في المسلسل، يعني روحوا شاهدوه. تقريبا هو كذلك هذه جميع المسلسلات اللي راح احكي لكم عنها بتكون نازلة في هذا الشهر. المهم راح تنزل في 4 غشت، يعني في اسبوع تقريبا نزل. المهم روحوا تفرجوا في المسلسل، كثير 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 حلو. المسلسل الثالث أظن المسلسل الرابع وهو مسلسل اسمه شوي طويل، مسلسل التصويت الوطني على عقوبة الإعدام. هذه يكون على اتصالات بيناتهم وبدء واحد الشخصية مجهولة بإعدام المجرمين بناء على تصويت الجمهور. يعني راح يكون إعدام للمجرمين على تصويت الجمهور. إذا كان التصويت مرتفع راح تكون إعدام هذا الشخص هو الأول، إذا ما كانت هذا الشخص ما راح ينعدم. مثل هيك مثل سكوات جيم، فهمتوا لعبة الحبة. خلينا مع الدراما الخامسة وهي دراما خلف لمستك. هذه الدراما بتتحدث حول أحداث خارقة للطبيعة عن طبيب بيطري هان جيني، وهو موهوب بالقياس النفسي، يعني بيقدر من خلال يلمسك يعرف شو بتفكرين فيه وشو يعني تفكري فيه، يعني بيقرأ أفكار. المهم راح يتعاون هذا الطبيب مع مخبر ليمين كي لحل قضايا القتل. وكمان هذا الطبيب راح يواجه عامل غامض يعمل بدوام جزئي في متجر صغير، وهذا راح يكون صدمة أو مفاجأة للمتابعين اللي راح يكون هو سوهو من إكسو. المهم المسلسل السادس وهو أول مستجدين بارت 2. هذا المسلسل بيحكي عن رجل إطفاء كيم راي وون، رجل إطفاء، وسو هيون المسعف
وراح يتعاونوا مع مرة أخرى للموسم الثاني لمزيد من القضايا أو لحل مزيد من القضايا. هذا المسلسل اسمه المستجد أو المستجدين Part 2. خلونا مع المسلسل رقم 7 وهو مسلسل ملاكي جميل. هذا المسلسل بتدور أحداثه حول وكيل رياضي مباشر أو وكيل يعني بيعمل وكيل رياضي اسمه لي سانغ يوب. مهمته هو إعادة أحد الملاكمين غير مهزومين يعني اللي كان هذا الملاكم اسمه كيم سوهي. هذا الملاكم اسمه كيم سوهي لأني ما بدي أقول لكم هل هي ملاكم أو ملاكم كيم سوهي. هذا الوكيل راح يكون دوره هو إعادة كيم سوهي إلى دائرة الضوء بعد اختفاء المفاجئ. يعني كانت بتلعب فجأة اختفت من الأضواء وهيك أشياء. خلوكم تكتشفوا هل كيم سوهي الملاكمة أو ملاكم وهيك أشياء. المهم بدي أقول لكم هيك أكشن في الفيديو. المهم خلونا مع المسلسل الثامن والأخير اللي هو مقدر العين. راح تكون هناك روون من CF9. هذه راح تدور أحداثه حول أو أحداث هذا حول خيال رومانسية مثل هيك. حيث راح تمتلك موظفة يعني تكون تستأجر في مدينة راح تستأجر مثل هيك بيوت أو شيء مثل هيك. وراح تكرس مهنة محامي مثير لجدل أو مثل هيك أشياء. مهم هذا المسلسل أنا حرفيا لسه ما فهمته لأنه راح ينزل في 23 غشت. بس هذا هو المسلسل الأخير وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني لايك شير سبسكرايب. كمان لا تنسوا تشاهدوا الفيديوهات اللي نزلت مؤخرا وكمان تكتبوا لي كومنت حلو. لا تنسوا تتابعوني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. الرابط راح يكون في صندوق الوصف. بس هذا كان هو فيديو اليوم. أتمنى يكون عجبكم. أنيون.